هذه رسالة للملك سلمان، الله لا يوفقك، لا أنت ولا ولدك ولا عهدك. مرحبا شباب، كيف الحال؟ والله احلى سكرة، احلى شراب اخذته الان من المنتزه. على كيف كيفك؟ انا خلاص ابغى انضم لاسرائيل، ابغى اصير باسرائيل هناك، شراب بلاش، بنات بلاش. انا اللي قبل يومين سجلت مقطع، والله اني ما اعرف كيف سجلته، ترفضت على الملك وعلى ولي العهد في الفاظ غير لائقة، وانا اعتذر للملك وولي العهد والشعب السعودي. تكفى يا طويل العمر، تكفى، لا دخل على الله ثم عليك، تكفى يا الملك سلمان، انت ولي العهد. انا طيب الله حميت الله ثم حمايتك. انا والله العظيم جوني ناس امس وضربوني، قالوا ليش كيف تنزل مقطع وتسيء فيه للملك ولي العهد، وضربوني ضرب ورحت البيت تعالجت، واليوم طلعت ابغى اروح اسلم نفسي لمباحث وبريت المحطه ابي بنزين، وجوني هيلكسين، واحده غمار وواحده غمرتين، وضربوني ضرب. شف شف يا طويل العمر، شف ها شف حتى شلون يكسروها، وعين نظارات وكسروها طبيه، وانا والله العظيم كنت اعاني من مرض نفسي، وكنت عسكري وتقاعدت بسبه مرضي النفسي، مرض النفسي لعشر سنوات الان، لي ملف بتبوك بالمستشفى الصحي. تكفى يا طويل العمر، تكفى، انا طالب الله ثم حمايتك وحمايه ولي العهد. انا داخل على الله ثم عليك يا طويل العمر انك تحميني، داخل على الله ثم عليك. انا رحت فيها، شف شف شف، والله اللي رحت فيها يا طويل العمر. حنا رجال ابو فهد، حنا الوفا كله، الدرب واحد والشعب يفداك يا سلمان. حنا رجال ابو فهد، حنا الوفا كله، الدرب واحد والشعب يفداك يا